خالص تسجيل اصلا من التراكات كلها بعد المالتي تراك بيسجلوا على الورك ستيشن اللي هي البروتونز اساسا انا عندي تراكات دايما انا حاجه احط بقى ثلاث اربع وكالات اجنبيه وعربيه وفرنسيه لان احنا بنطلع خدمات العربي والفرنسي بالسكايب او ان هو يبقى قدام المشاهد على الشاشه يعمل متابعه بالظبط بالظبط بنتعامل طبعا مع فرنسيه عربي وانجلش وفرنسي بص ده اولا سيلف كنترول البروجرام بتاعي ده خمسة وده السيلف انا محضراه عندي اللي هو مكتوب بي جي بي جي اف شايفين الكاميرات اللي ورا دي الكاميرا شايفين زي اللي قاعد ده كاميرا واحد ايه كاميرا اثنين ثلاثة اربعة يعني بالترتيب في كريت حوالي ماستر اربعة ترجمة احنا ليه عملت كده؟ لان احنا كنا بنتكلم عربي جاي خط عربي ترجمه احنا عندنا خط جاهز بالترجمه فلازم تيجي على خط عشان ايه؟ توصل للجمهور تمام؟ ده جهاز الوش ده حاجه اسمها ماستر سي ده المكان المونتاج اللي بيتم فيه مونتاج كل حاجة سواء اللي هو الحاجات مونتاج الأخبار نفسه اللي هو بيوصل لنا عن طريق نيوز عن طريق الوكالات رويتر مش عارف ايه الاخبار كلها نشرات اي حاجه موجوده ده النيوز تمام ده لوكيشن لوكيشن مظبوط ده بيتعمل فيه موجز بس بتغير الاماكن ويعتبر من ضمن اكبر الاستديوهات على متوسط يعني بالنسبه للدبي حضرتك ايه احساسك بال تصورش بصور